مرحبا بكم. النهاردة اجتماع كل مرة بيبقى فيه حاجة زي ما انتم متعودين، خلاص مش محتاج أعبر. في أوقات بيبقى الاجتماع يميل إلى روح الإرسالية، أوقات يميل إلى روح النبوي، أوقات يميل إلى، فكل مرة بيبقى فيه حاجة الرب عايز يتحرك بيها على هذا الاجتماع. فالنهاردة نقاط صغيرة أو حاجات صغيرة كده، ناجتس صغيرة متنوعة يعني متفرقة كده. أول حاجة من سفر الرؤيا، عشان لسه احنا كنا بنرنم ترنيمة كرامة ومجد ليك. سفر الرؤيا إصحاح 5، طبعا انتوا شايفين الشاشة النهاردة، مجدا للرب. ده بسبب بروجيكتور جديد، ربنا يبارك. احد الحاجات المهمه في حياه اولاد الرب انه ابليس لما يتحرك او الاحداث الحياه اليوم بيحصل في حياتك، كلكم عارفين التعبيرات اللي جايه، انا بس بدي مفتاح صغير من سفر الرؤيا. إبليس لما يتحرك كتير ما تبقاش أنت في أجواء روحية مساعدة مهيئة أنك تصلي تخترق تحارب، مش قادر في بعض الأحيان تبقى أنك تكون بتتحرك بحرية روحية يعني. أحد الحاجات اللي بتحتاج أنك تعملها في لحظات زي كده، اوعى تسكت. اوعى تسكت بمعنى ان في لغه خاصه بتحتاج تخرج منك تاتي باجواء مختلفه على ما تمر بي. ناس كتيره بتبقى ساكته، انا ساكت لاني مش قادر اطلب. موافقك كتير، انا كتير بسكت لاني مش قادر اطلب. انا ساكت لاني مش قادر اصلي. موافقك جدا، أنا كتير ببقى ساكت لأني مش قادر أصلي. أنا ساكت لأن في ذهني حاجات كتيرة، هصلي لإيه ولا لإيه ولا لإيه. موافقك برضو، لأن كتير ده أنا بمر بيه شخصيا. لكن في حاجة عمرك ولا عمري ما ينفع نسكت فيها، هو لغة السماء. لأن لغة السماء لها لغة خاصة، مش لغة خاصة، لغة خارجة من السماء طول الوقت. وهذه اللغة لما أنت بتقولها يمكنك أنك تقولها في أي وقت، أيا كانت حالتك، أيا كان ظروفك، أيا كان ما تمر به أنت أو بيتك أو ظروفك أو شغلك أو بلدك. اللغة اللي حصلة في العرش هي لغة، كلكم سمعتوا الجملة دي قبل كده مني، لما بنطلق لغة العرش، العرش بيأتي لظروفك. لما قلبي بيتحرك فيما يحدث في العرش، السماء بتجد مستقر ليها على الأرض، لأنه الرب عايز أن السماء تأتي على الأرض. هو اللي قال لنا اطلبوا كما في السماء، ليأتي كما في السماء، لتكن كما في السماء المشيئة، ليأتي كما في السماء ملكوتك. ورب عمره ما بيطلب منا الطلب إلا يكون هو عايز يعمله. فطلبة أن السماء تلمس الأرض دي مش طلبة بنرتقي فيها فوق ما ينبغي أن يرتقى إليه، دي طلبة هو اللي قال لنا اطلبوها وهو بيستجبها لما بنطلبها بثقة بإيمان. لما يبتدي لغة قلبك اللي مش معتمدة على أنا ذهني فاضي ولا مش فاضي، أنا ذهني مركز ولا مش مركز، أنا متحارب أو مش متحارب، بس دي لغة خارجة من قلبك قدام الرب، اوعى تسكت، اوعى تسكت هذه اللغة. خليني أقرأ لك حبة آيات كلكم عارفينها في رؤية 5 كمثال. رؤية 5 ورؤية 7 هنبص على حبة آيات كده، كلكم عارفين النهاردة مشاركة. هم يترنمون ترنيمة جديدة، عدد 9، قائلين، مش شرط أنها تبقى ترنيمة بالنسبة لك، مستحق أنت أن تأخذ السفر تفتح ختومه، لأنك ذبحت اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة،
سنملك على الأرض. قائلين عدد 12 بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة، الغنى، الحكمة، القوة، الكرامة، المجد والبركة. كل خليقة في السماء والأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف: البركة، الكرامة، المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. رؤيا 7 بعد هذا نظرت، عدد 9: وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفين أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيضاء، في أيديهم سعف نخل، يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. جميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، والشيوخ والحيوانات الأربعة خروا أمام العرش على وجوههم، سجدوا لله قائلين: أمين بالبركة. عارفين دول قالوا أمين، أمين، قالوا أمين لتسبيحات خارجة من الناس. مرة تاني شوف عدد 11 بيقول إيه: الملائكة، الشيوخ السماوية، الكائنات الأربع الروحية خروا أمام العرش وسجدوا الله، قالوا أمين. أمين على إيه؟ على تسبيح الشعب اللي أمام الرب، وتسبيح الشعب اللي على الأرض اللي بيسبح الله الجالس على الخروف. البركة والمجد، الحكمة والشكر، الكرامة والقدرة، القوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. أمين. في لغة بتكتذب العرش، بتكتذب السماء، بتكتذب حتى إن السمائيين الملائكة والشيوخ والكائنات الروحية تقول أمين. لما قلبك، بص ببساطة، النقطة الأولى الصغيرة جدا ببساطة، أنا قلت لكم نقطة صغيرة النهاردة ببساطة، قلبك اللي بيعبد الرب بصورة تلقائية، مش بيصلي، مش بيطلب، مش بيرنم ترنيمات، مش ده أنا مشغول بيه، قلبك العابد اللي هو بيخرج كلمات بسيطة: بديك المجد، برفعك، مستحق، كلمات صغيرة بتخرج منك خلال اليوم. عبادة قلبك دي بتأتي بأجواء مختلفة، فلما تخش اجتماع، لما تيجي تصلي، لما تروح البيت، لما توصل الشغل، بتجد الجو قد تغير، في حاجة ديفرنت، في حاجة متغيرة في الجو. ليه؟ لأنك أنت بتحمل من خلال الجمل الصغيرة الخارجة دي حضور إلهي. اوعى تصمت، اوعى تسكت هذا الروح، اوعى تسكت روح العبادة المستمر في قلبك، اوعى تقعد ساكت. أصلي أنا حزين، حزين ما تمنعش أن تقوله أنه مستحق، أنا مضغوط قوي الأيام دي، ما تمنعش أنك تقدم عبادة قدوس قدوس قدوس، ما يمنعش انك تقدم لغة السماء ايا كان ما بمر به، من افكار، من مشاعر، من ظروف، من تحديات، من مواجهات، من بيحصل ايه في البيت، بيحصل ايه في الشغل، ايا كان، ايا كان، ما يقدرش يمنع انك تقدم هذا النوع او هذه اللغة من العبادة لي. بس هذه اللغة بتكتذب السماء على الارض، هذه اللغة بتخلي الملوك والشيوخ، الملائكة والشيوخ والكائنات الروحية تقول اللي انت بتقوله أمين. ده بتقول ايه؟ أمين البركة، المجد، الحكمة، الشكر، الكرامة، القدرة والقوة لإلهنا إلى الأبد. يعني كل حاجة بتتنطق في السماويات وانت بتسبح الرب، كل ده بيحصل على حياتك: بركة، مجد، حكمة، شكر، كرامة، قدرة، قوة، بتنسكب لأنك بتعبد هذا الإله اللي بيسكب الحاجات دي. في حاجة وجودك، وجود قلبك قدام الرب بلغة. ناس كتيرة تصور أصلا مش عارف أصلي، ما عنديش صلاة في الجو ده، ما عنديش صلاة، مش قادر أصلي، مش قادر أطلع حاجة، مش في كذبة غريبة العدو بيضحك بيها على نفسيتنا، إنك ما عندكش
لغة خاصة ما بينك وبين الرب تطلعها واستقبلها الرب كرائحة بخور زكية، زي ما نوح بعد الطوفان أما قدم كده ذبيحة فتنسم الرب رائحة الرضا. في حاجة بتخرج من قلبك لما تطلع لغتك الخاصة ما بينك وبين الرب. ومش بتكلم عن صلاة، في ناس متعودة أنا أصلا مش قادر أصلي، أنا مش بتكلم عن صلاة، دي مش صلاة. واللي هتقعد للأبد قدام ربنا بتصلي بتعمل مجهود. إذا هتقعد للأبد قدام ربنا مش بتعمل مجهود، أنت خارج من كيانك العبادة التلقائية عن شخصه هو. فده مش معتمد أنت حاسس إيه، بتمر بإيه، ظروفك الأيام دي إيه، النهاردة الشوارع كان شكلها إيه، مش معتمد على ولا حاجة من الحاجات دي خالص. فانت في اتوبيس، انت في ميكروباص، انت في عربيه، انت في وسط شغل، انت في وسط خناقه، مفيش حاجه تمنع انك تقول له مستحق المجد، لانه في كل حاله هو مستحق المجد. ولو سكتها بتفضل اجواءك تحت الاجواء الطبيعيه، لو طلعتها، لو اخرجتها، لو اتكلمت هذه اللغه، اللغه دي محتاجه تخرج في بلادنا، اللغه دي محتاجه يبقى الطبيعي بتاع قلبك وبتاع روحك طول الوقت. ولا أعني بطول الوقت يعني مجهود، أعني طول الوقت بمعنى في كل في حاجة تلقائية خارجة منك. بس اوعى تسكت واوعى تسكتها، اوعى تسكت واوعى تسكت هذا الروح، لأن العدو يوم خادع نفسك ويقولك لما تيجي تصلي، لما تصلي تبقى تقول الكلام ده، لما تقعد قدام ربنا تبقى تقول الكلام ده. مين قال؟ انت وانا ما اعرفش عنك، انا بشعر اني محتاج اجواء السماء طول الوقت على حياتي، وانا في الشارع، وانا في السواقه بتاعه العربيات دي، انا ولا في الشغل، وانا في كل حاجه بعملها، في حاجه انت بتحتاج هذا الحضور الالهي انه ياتي على حياتك طول الوقت. وبالتالي اللغه دي اوعى لا ما تبقاش صامت. قال كده الأرمية، قال حاولت أسكت ما قدرتش أسكت. المرنم قال لما جيت سكتها كانت كنخر في العظام. هذه اللغة تأتي بأجواء السماء على حياتك. ده بينقلني للنقطة الثانية. قلت لكم مشاركة النهاردة قصيرة محددة عملية شوية، يمكن تميل للبعد العملي، يمكن تميل للبعد العملي شوية. ملوك الثاني صح 4، مهم جدا ان شعب الرب يدرك ان العباده بتدخله لحته فيها المعجزه تلقائيه. كل معجزه انت وانا محتاجينها هي موجوده في الروح، ولما الروح بيتحرك، لما الميه بتتحرك المعجزه بتبقى طبيعيه. لما الملاك كان بينزل يحرك الميه، كان بيلمس الميه المتحركه كان بيخف. يسوع جاء أعلن خلاص المية بقت متحركة، أنا نهر، ولأني أنا نهر، لأن يسوع النهر، خلاص المية متحركة في أي لحظة أمرامي نفسي في النهر. من ممكن يكون من ولاد الرب الواقفين حوالين النهر بيتفرجوا على النهر، الله بحبك يا رب بس أنا برا النهر. محتاج انك تبل رجلك، محتاج انك تدخل روحك وتغمس نفسك في المكان اللي فيه حب رب ملموس، نار الرب حقيقية مش من بعيد. ما تتفرجش على الصليب من بعيد، اطلع الصليب معاه. ما تتفرجش على القيامة من بعيد، خلي القيامة تملى كل حتة في حياتك وتقوم معاه. ما تتفرجش على أجواء فرح القيامة وأجواء فرح يسوع قام. مشكلتي مع الترنيمة دي مشكلة واحدة، انه التعبير ممكن يبقى متدين، المسيح حقا قام، فممكن اقولها شعبه متدين بيقول جمل ذهنية. دي مش جملة متدينة، دي جملة بتحط نفسك فيها، بتحط نفسك في الحضور الالهي بتاعها. انت مش بتتفرج على الصليب بتقول له الله يا رب، لا انت بتحط نفسك معاه على الصليب. مش بتتفرج على القيامة وتقول ربنا عظيم. هو رومية 6 قال كده، انتوا صلبتم معه، انتوا قمتم معه من اجل حياه جديده، لا قال انتوا صعدتم معه وجلستم معه عن يمين الاب في السماويات. مش بتتفرج على قصه روحيه، انت بتخش الحاله روحيه في الروح تختبر فيها كل حاجه فتحها الرب يسوع ليك وليا.
مش تتفرج على حاجة تابلو كده فيلم عن يسوع المسيح. لا انت ده انت. عشان كده حاجة اسمها تجسد. اخدك اخدني اخدني عشان يعمل فيا الرحلة اللي هو بيفرجك عليها عشان تبقى واحد معاها. فقال الآيات اللي انا بعملها تعمله زيها اعظم منها. مش عشان حاجة. انا عشان يقول لك ويقول لك انا هو ده التجسد. انا جيت في الجسد عشان اخدك معايا في الرحلة واريك تعمل ايه بي. بي يعني تعمل ايه بي، تعمل ايه في، تعمل ايه وانت ملتصق فيه. فهو انت الروح هو اللي بيعمل كده. ما تقدرش تعملها بذهنك. الروح اللي بيعمل كده يقوم موحدك فيه. فوانت واقف النهاردة وانت في بيتك وانت في اي حاجة بتميل عليه عشان تخش فيه وفي ده كل حاجة بتتغير. كل في ده الروح يستطيع كل شيء. عشان كده قال كل شيء مستطاع للمؤمن. كلها جمل متنطورة كده بنقراها ونقول الله ونمصمص شفايفنا جميلة قوي. بس دي مش جمل شعرية. دي حقيقة. لأنه ليس إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. ما فيش كلمة هو بيقولها هتروح. فيقول لك كده إنه, إنه, أنه الروح يستطيع كل شيء والمؤمن يستطيع كل شيء. وكل شيء مستطاع للمؤمن لا يستحيل شيء على الرب. حطهم جنب بعض. طب إيه هنحلها إزاي دي؟ الروح قادر، الروح نشيط، الجسد ضعيف. حلو قوي. إذن في حاجة أنت بتدخل نفسك فيها. لا بدخل. التعبير عربي مش مظبوط بس حاول أوصله لك. عطشك بيخش لحتة العبادة دي، حتة السماويات دي، حتة الحضور ده. بتميل على الحضور، على ذهنك مش متحرك، على الروح، على روح الرب اللي يقود ذهنك ويقود نفسك بتتحرك. ده المتكل على الرب. دي التعبيرات الكتابية. المتكل على الرب كشجرة مغروسة. لأنه ميل، لأن روحه ونفسيته بتميل على الحضور الإلهي. فبيتكل، بيتغرس على 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 حاجة ثابتة، على مجاري مية عميقة ايا كان اللي بيحصل فوق. فلا يخاف بقى من قحط ولا من زمن ما فيهوش ثمر ولا من اي حاجه. ليه؟ لانه هو عارف هو متكله ازاي. طب ازاي يكون في الروح طول الوقت؟ ازاي يكون مرمي على الحته دي؟ او ازاي لما احتاج الحته دي الاقيها في حياتي طول الوقت؟ لغتك، لغتك، لغه. ومش اي لغه. مش بتكلم عن لغه ايمان. انا ما عنديش ايمان. في ناس تحب تقفل على الشخص اللي بيتكلم. ما عنديش ايمان. صلي. مش قادر اصلي. بص لرب. ذهني متشوش. في ناس تحب كده. مفيش مشكله. رب ما عندوش مشكله يعدي. المراه السامريه كانت بتقفل على الرب. اديني ميه. ما ينفعش اديك ميه. مش عارف ايه اصلا. نعبد هنا ولا نعبد هنا. كانت بتقفل عليه. بس هو كان يعدي سور وراء سور لأنه بيحب. لغاية لما لمس جوه جدا فتركت جرتها. كلكم عارفين القصة. مش حكي. فلغة أنك تديه الإكرام، لغة أن تديله المجد، مش لغة صلاة. مش بتكلم على لغة صلاة. مش بتكلم على ترنيمة ترنمها. مش بتكلم على حاجة. مش بتكلم على كاسة تحط في العربية عشان تسمع شوية ترنيم عشان كده أنا بيت في الروح. لا، أنا بتكلم على لغة قلبك، لغتك الخاصة ما بينك وما بينه، اللي فيها إكرام، اللي فيها مجد، اللي فيها التعبيرات اللي هم قالوا المجد والكرامة، الشكر والقوة، الإكرام ليك يجالس على العرش. اللغة دي بتعمل أجواء تقدر فيها تستقبل أو تحافظ على أجواءك فلما تحتاج تستقبل. حد فاهم انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز احافظ على، عايزك تدرك تركات صغيره ازاي تحافظ على قلبك فتستقبل من الرب. ما تبقاش بعيد عن الحضور الالهي وبعد كده كل اسبوع تحاول توصل له او كل مره تيجي تصلي تحاول توصل له. لا، هو حاضر، هو فيك، هو حواليك، هو ليك. بس 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 ميل. لأنك أنت في المملكة أو في أرض ملكوته مش فيها. عشان كده قال اطلبوا أن ملكوته يأتي. ملكوته بيأتي ده على لغة خارجة من قلبك. فمن فضلك ما تسكتش اللغة دي فيك. البعض فعلا بيسكتها، بيخلي ظروفه نفسيته تسكت هذه اللغة. أنا بحفزك من فضلك ما تسكتش اللغة دي.
ايا كان بتمر بايه. دي حاجة عارفين عمرك قعدت مع حد عمال بيتكلم كتير وكلامه ملوش معنى؟ ما اقصدش اي حد بيقعد معايا، اوكي؟ كلنا بنختبر الاختبار ده، اوكي؟ انك تبقى قاعد مع حد عمال بيتكلم كتير وكلامه ملوش معنى، انتهز الفرصة، افصل ودن، بحبك. مش بهارك، انا بحاول اوصل ليك علشان تصدقني انك ممكن تعمل ده في اي وقت. ممكن تعمل ده وانت قاعد في وسط الناس، ممكن تعمل ده وانت في وسط المواصلات، ممكن تعمل ده وانت قاعد مع عيلتك قدام التلفزيون لما قاعدين بيتفرجوا على حاجه في التلفزيون، ممكن تعمل ده في اي وقت. دي اللغه بتحافظ على اجواءك، بتحافظ على اجواء قلبك، ما تسكتش اللغه دي، اصل الظروف مش سامحه، لما اصلي هبقى اعملها، لما اروح اجتماع هبقى اعملها، بليز. لا، دي لغه العرش. انك تقول له قدوس، انك تقول له انت مرتفع، ملهاش دعوه تقول انا متالم الايام دي، ملهاش دعوه خالص ان هو قدوس. بالعكس، لما انت تقول له انت قدوس، ألمك بيحصل له حاجه، نفسيتك بيحصل لها حاجه، اكتئابك بيحصل له حاجه. لما تستخدم لغه العرش، حضوره بياتي على ما يحدث في حياتك وبيغيره، المجد والشكر، القوه، القدره، الكرامه، كل حاجه بتطلقها بتنسكب على حياتك. فمن فضلك لا تكن صامت ساكت، خلي اللغة دي تخرج من حياتك. ملوك الثاني 4، كلكم قصة كلكم عارفينها برضو. صرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: عبدك زوجي قد مات، أنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب. أتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. قال لها إليشع: ماذا أصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. قالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. قال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي. اذهبي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. ذهبت من عنده، أغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، كانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. لما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. قال لها: لا يوجد بعد. فوقف الزيت. أمين. قصة كلكم عارفينها، فيها مبدأ كتابي مرة تاني. النهاردة قلت لكم مشاركة خاصة قصيرة بس تميل للبعد العملي. في ملحوظة دايما بتحصل في الكتاب المقدس، إنه رب دايما بيدور على حاجة عندك، برغم إن الطبيعي أنت بتدور على حاجة هو يسكبها على حياتك. رب دايما بيدور على حاجة عندك. لما حصل الجموع، فاكرين أيام إشباع الجموع، يسوع قال لهم: عندكم إيه؟ وقعدوا يحللوا: طب عندنا، مش عندنا، مش عندنا، مش عندنا، لغاية لما واحد منهم بطرس جرأ أنه يجيب الخمس خبزات والسمكتين ويديهم، يقولوا في غلام عندنا معاه خمس خبزات سمكتين. إليشع قال لها، عدد 2: ماذا أصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. لو إجابتك أو إجابتي ما عنديش حاجة، أنت بتوقف حاجة. بصوا، أنا بشارك المشاركة دي ليه؟ لأن إحساسي أن في زمن، الزمن اللي إحنا فيه ده زمن، لو أنت وإحنا بنقول ما عندناش حاجة نقولها، ما عندناش حاجة نديها، ما عندناش حاجة، أنت بتفقد حاجة الرب بيسكبها على حياتك. الرب يقول لك لازم تشوف أنت في إيدك إيه عشان تتملي الأفف اللي في حياتك أدي. لازم تدرك ما في يدك عشان الرب يعمل معجزة. دايما الرب بيدور على حاجة في إيدك، وعايزك تدرك وعايزك تقدر ما في يدك. كلنا بنقول ما فيش في ايدي حاجه، وممكن نروحنها ليس في شيء. ممكن نقول جمل منظرها شكل روحي بس هي عدم ايمان، مش ايمان. عندك ايه؟ قلت له عندي دهنه زيت. قال كفايه. رب مش فارق عنده يخلص بالقليل او بالكثير، بس انت لازم تدرك انك عندك حاجه. ولو ادركت انك عندك حاجه وادركت انك ممكن تتاجر بيها، ممكن دي تبقى نواه الرب لو جاء عليها الرب يعمل بيها حاجه قويه جدا.
فبتاخدها وتقدمها قدام الرب او تستثمر بيها او تتاجر بيها. فاكرين ابو وزنه واحده؟ فاكرين الجمله اللي قالها له الرب؟ قال له لو كنت خدتها وحطيتها فين؟ عند صيارفه. طب روحيا دي ليه بندي معنى روحي لهذا المثل ما عدا الحته دي؟ حد فاهم حاجه؟ حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ في معنى روحي، في وزنات ونتاجر بالوزنات، وكل واحد عنده 5 وزنات بيتاجر بيها، واللي عنده 2 بيتاجر بيها، ده معنى روحي، ده مثل وزنات. طيب بعد كده الرب قال معاه وزنه، انت ليه ما خدتهاش ووضعتها عند الصيارفه؟ ليه الحته دي بقت حسابات؟ بقت حط في البنك. ما زالت الحته دي روحيه لانك عندك وزنه محتاج انك تستثمرها ايا كان، ما ينفعش انك تحطها في الارض حتى لو انت ما تجرتش بيها. دايما الرب يجي لك يقول لك انت مدرك انت في ايدك ايه؟ معظم اخرين انتوا قديسين كلكم، ناس ما تعرف، ناس مش حاضره الاجتماع ده بس مؤمنين، لو سالتهم هقول لك ما فيش في ايديا حاجه. بلغه روحيه، برغم ان دايما الرب يجي يقول لك تيجي 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 تحط ايدك في ايدي وتحط اللي عندك عندي ونتحرك مع بعض. خلي اقرا لك حبه ايات من العهد الجديد، ايه كلكم عارفينها في متى 13، متكرره كتير جدا، كلكم عارفينها. متى 13 عدد 12، من له من له واحد بس اللي تذكرها، كلكم عارفين المفروض، من له سيعطى ويزاد. حلو قوي. من ليس له فالذي ايه؟ طب هو ليس له ولا عنده؟ من له يعطى ويزاد. كويس قوي. يعني عنده دهنة زيت سيعطى زيت ويزاد الزيت حتى يملأ كل الأواني. من ليس له فالذي عنده، هو ليس، هو مش ليس له، هو عنده بس بيقول أنا ليس لي. هو شايف أنا ليس لي، هو شايف أنا ما عنديش فرح، هو شايف أنا ما عنديش إيمان، هو شايف أنا ما عنديش نعمة، هو شايف إن في إيديه ما فيش دهنة زيت. هو بينكر ده. خليني بينكر دي يمكن كلمة صعبة، مش عن إدراك هو بينكرها، بس هو دي ده شايفانه عن نفسه. من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني أنت بتقول ما عندكش، أوكي، لا يخليك تبطل تقول أنا ما عنديش. الذي عنده يؤخذ منه. من له إيمان فالإيمان ده بيتضاعف. من ليس له، عدم الإيمان ده بيفقده كل حاجة. لأنه أنا ليه استعملت إيمان أول كلمة؟ لأنه رومية 12، مش هقلب معاك كتير لأن الاجتماع ده مش اجتماع وعظي برغم أن الكلمة النهاردة عملية. رومية 12 يقولك لكل واحد منا أعطي مقياسا من الإيمان. ما فيش حد في الاجتماع بيسمعني ما عندوش إيمان. لكن لما تيجي في التحدي كل حد يقولك مثلا ما عنديش ايمان. عندك ايه في البيت؟ عندي دهنة زيت. حلو قوي. عندي حتة ايمان. حلو قوي. تقول لا، في راجل قال احنا عدم ايماني. يقولك حلو قوي. تعرف الراجل كان عنده ايمان؟ ده اخذ عدم الايمان وحطه قدام الرب. تقول يعني ايه اخذ عدم الايمان وحطه قدام الرب؟ ده صدق في حاجة اسمها نعمة. ليه؟ لأن كل واحد منا أعطيت النعمة مش بس إيمان. فأنت على بيسك كده، بيسك كده عندك إيمان وعندك نعمة برغم أنك بتقول ما عنديش نعمة ما عنديش إيمان. وإوعى تنكر، لأن اللي بيقول، اللي مش شايف أن عنده بيؤخذ منه، واللي شايف أن عنده بيعطى وبيزاد. بص، أنا مش ده اللي أنا عايز أنشن عليه، أنا بنشن على حاجة وراه شوية اسمها أنانية. مش أنتوا طبعا. أنانية بتاخد برضو شكل روحي. أنا عطشان للرب، أنا عايز أكتر من عند الرب. حلو جدا. بس عارف لو أنت خدت أكتر من عند الرب وما كسرتش اللي أنت بتاخده ده لحد ما عندوش،
انت بتفقد اللي عندك. كلكم عارفين الآية أشعياء 58. أنا أشعياء 58 أنا أشعياء 58 صح مشهور عن الصوم، وزي ما كلكم سمعتوا أو بتسمعوني بها في حاجات كتيرة، الشهرين دول شجعك إنك تصوم، شجعك انك تصوم صيامات متقطعه، عايز تصوم صيامات ايا كان نوعها، بس شجعك انك تصوم اي نوع من انواع الصيامات اللي انت بتحبها. ليه؟ لان هذا الزمن مهم جدا انك تختم هذه السنه بقوه. شجعك جدا على اعداد طويله مع الكلمه، شجعك جدا، لان كل حاجه بتزرعها اشعياء 58 ده، وكل بركات الصوم اللي حاصله بعد كده ينفجر مثل الصبح، نورك تنبت، صحتك يسير، برك، مجد الرب تدعوه فيجيب، تصير عظامك جنه، ريك نبع ماء لا تنقطع مياهه، تبني خرب قديمه. في حاجه بتحصل ومهم جدا انك تختم هذه السنه بقوه. سنأخذ آية من وسط هذا الإصحاح أشعياء 58 عدد 7، أليس أن تكسر للجائع خبزك. وده مش بس على البعد الأرضي أو العملي أو المحتاج إلى طعام، لكن بتكلم على بعد روحي. أنت عندك خبز في إيديك، حاجة كأني عايز أقول لكم، بصوا البرة، بصوا حواليكم، كفاية بص لنفسيكم، ما تقولش ما عنديش حاجة. دي النقطة العمل التانية، النقطة العمل الأولانية طلع لغة، بس النقطة العمل التانية من فضلك اتحرك باللي في إيدك. رب ما جاش على جدعون في أول لحظة وقام لمسه بالنار، مسحه بقوة الروح القدس وقال له اتحرك يا جدعون. أول جملة قالها له اذهب بقوتك هذه، اتحرك بالقوة اللي عندك. قالت له ما عنديش حاجة، قالت له هياخدوا ولادي عبيد، قالها عندك ايه؟ ماذا اصنع لك؟ عندك ايه؟ قالت له عندي دهنة زيت رائع. فاكرين ايليا لما راح للأرملة قالت له انا هعمل كعكة اكلها انا وابني ونموت، قالها حلو قوي اعمليها مش حوشيها، اعمليها. ليه؟ من له يعطى ويزاد، من ليس له بس عنده، هو الحقيقة عنده، فاللي عنده بيؤخذ منه. بصوا حواليكم لأن في خبز يكسر للجائع. دي نقطة نمرة 2. في بصوا حواليكم في الأزمنة الأخيرة. إحدى يعني أنا بنط لأنه مش تيموثاوس الثانية إصحاح 3، ما زلت في النقطة نمرة 2. تيموثاوس الثانية صح 3، اعلم هذا انه في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة. ازمنة صعبة لان في براكين مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه. لا، بصوا الازمنة الصعبة كلها حاجات الحقيقة شخصية، ومفتاحها اول جملة أن الناس يكونون إيه؟ محبين لأنفسهم. كل اللي جاي بعديها دي نتيجة للجملة دي. وفي في روح بيحصل في الأزمنة الأخيرة، وده السنتر بتاعه، اسمه الناس محبين لأنفسهم. يعني إيه محبين لأنفسهم؟ مش معناه أن قاعد بيطبطب على نفسه الوقت، لا، هو محصور في ذاته، محصور في مشكلته، محصور في حتى مسحته، محصور في نفسه، محصور في اللي بيحصل في حياته. محتاج انك تبص حواليك، خرج عينك بره ذاتك واكسر خبزك للجائع، وما تقولش ما عنديش، لان اللي بيقول ما عنديش اللي عنده بيتاخد منه، لكن اللي بيقول انا عندي دهنة زيت بيعطى وبيزاد. انك تكسر خبزك للجائع ده هو الصوم المقبول، هو جزء من نوعية حياة الملكوت. انك بمعنى ان في حاجه حواليك محتاج. فاكرين داود صميل الثاني اصحاح 7، انا بنط معاكم، صميل الثاني اصحاح 9 مش 7، قال داود هل يوجد بعد احد قد بقى من بيت شاول اصنع معه معروف؟
انا عارف بجيب الجمله دي ليه، عشان اقولها لك، دور على حد تعمل معاه معروف. شفتوا مشاركه عمليه ازاي؟ عشان كده كلكم ساكتين. دور على حد تعمل معاه معروف. ده صوم، ده معجزه، ده هيفجر في حياتك. بطل، مش هقول انانيه، بطل انك تنحصر في نفسك حتى لو روحيا. ليه؟ لان في خبز ولو كسرته لاخر اللي في يدك سيتضاعف. دور على حد تعمل معاه معروف، لان في الازمنه الاخيره ستاتي ازمنه صعبه، وكل واحد مش هدور على حد يعمل معاه معروف. الملكوت، اجواء الملكوت، تقول لي انا شاب صغير محتاج حد يعمل معايا انا معروف، اقول لك لا لا لا، مفيش حد هنا ما عندوش في ايديه حاجه يعمل فيها معروف مع حد. وانا مش بتكلم على فلوس، مش كده؟ فاهمين ولا اوعوا تكونوا فاكرين فلوس؟ اوكي، انا بتكلم على ابتسامه زي في بعض الاحيان بتطلع من جناب حضرتك، دي معروف برضو احسن من غيابها. انا بتكلم عن محبه، بتكلم عن تواضع، بتكلم ده مش معروف خالص. فأجواء داود، أجواء الملك السخي، هو ده دي الجو. ماذا؟ هل وجد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروف من أجل يوناثان؟ إنك يخرج من قلبك تواضع لآخر، محبة لآخر. أنا طبعا يعني أنت عارف باقي الحاجات اللي أنا محتاج أقولها، نتكلم عن يسوع، أنك تصلي مع حد مريض، أنك تعمل كل ده. جاء الوقت أنك تفهم أن ده لايف ستايل، ده مش مسحة خاصة بتنسكب على حياتك لما حد يصلي لك، فأنت محتاج تستني حالة روحية معينة خاصة تحصل في حياتك عشان تبتدي تعمل كده. ان يكون في حد مريض في الشغل وتدعي معاه، تصلي معاه. ان يكون في حد انت بتراه كل يوم وانت شايفه في نفس الحاله، ومش ما خطرتش في ذهنك انك تكلمه عن يسوع او تصلي معاه او انك تصلي معاه عشان يخف. ان دي حاجه مش وارده في ذهنك لانك محصور في في في, في حياتك. انك تكسر خبزك لحد ما عندوش خبز، خبز البنين هو يسوع، خبز البنين في شفاء وفي حريه، انك تعمل ده لاخر بيفجر المعجزه عندك من فضلك. ما تقولش ما عنديش، انا شاب صغير ما عنديش، اصل انا لسه لم امسح بما يكفي، انا ست كبيره وانا ست غلبانه، انتوا تبقوا تصلوا لي، عندك نعمه، عندك ايمان. الست دي مش معروف سنها قد ايه، بس النبي قال لها عندك ايه؟ عندي دهنة زيت كفاية. مفيش حد ما عندوش، لو لا ارى اني عندي فاللي عندي بيؤخذ مني. لكن لو قلت انا عندي حاجة هتاجر بيها، ده زمن تجارة، ده زمن استثمار بالمناسبة، ده مش زمن تحوش. العالم يحوش، انت تاجر، انت تاجر، تاجر، تاجر في الشارع، تاجر في الناس اللي معاك في الشغل، تاجر في الناس اللي معاك في البيت او في العماره، تاجر في اقارب عمرك ما كلمتهم في تليفون وعمرك قلت لهم ازيكم. تاجر محبه، تاجر ضعها عند الصيارفه،
في حاجة، ده زمن انك تبص لبره والتاجر، لان ده حيفجر المعجزة في شعب الرب، ده بيفجر الملكوت على شعب الرب لما يخرجوا بعكس الروح اللي حاصل في الأزمنة الأخيرة. كل واحد بيحب نفسه، بس الكنيسة بتحب الآخر. عشان كده الأزمنة الصعبة كل واحد بقى بيحب نفسه، أزمنة الملكوت كل واحد بينظر كيف أصنع مع حد معروف. ممكن بالمناسبة اللي محتاج تعمل معه معروف ده من أهل بيتك أنت عايش معاه، بس عمرك ما فكرت أنت في حالة استقبال فقط. سلام، تأمل في هذا، لأن في بعض أحيان لأن إحنا ما بنفكرش، ما بنشوفش إن في حد حواليا لو صنعت معاه معروف بابتسامة، بتواضع، بمحبة، بكلمة حب، بحضن بسيط، في حاجة بتفرق. بتاجر بالمحبة، خليك سخي لأن أبوك سخي، ولو أنت تجرت سخاؤه بينسكب عليك، لو أنت بقيت بخيل الذي عندك يؤخذ منك. آخر نقطة، أشعياء 11. أنا النهاردة زي ما أنت شايف حريص نكون عملي قوي. فنمرة واحد كانت لغتك، نمرة اثنين كان اصنع معروف، نمرة ثلاثة أشعياء 11 آية كلكم عارفينها عن الرب يسوع يخرج قضيب من جذع يسة، ينبت غصن من أصوله، يحل عليه روح الرب، روح الحكمة، فهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. لذته تكون في مخافة الرب، فليقضي بحسب نظر عينيه، لا يحكم بحسب سمع أذنيه، يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائس الأرض، يضرب الأرض بقضيب فمه، يميت المنافق بنفخة شفتيه، البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. كلكم عارفين هذه الآية مربوطة بسفر الرؤيا، حوالين العرش هناك سبع مصابيح مشتعلة، هي السبع أرواح الله. كلكم عارفين القصة دي منتشرة، موجودة في زكريا، موجودة في سفر الرؤيا، موجودة في أشعياء هنا. وإن أشعياء 11 بيذكر هذه السبعة بأسماء. أنا عايز أديك واجب أو أقول نقطة عملية جدا في هذا الزمن، لأنه الاختيارات والقرارات مهمة قوي. كل قرار بتاخده، كل اختيار بتاخده، كل هتعمل إيه بعد ظهرية في يوم من الأيام، كل حاجة بتاخدها، طبعا أنا ببسط بقول هتعمل إيه بعد ظهرية، بس في قرارات كتيرة، في اختيارات كتيرة، في أبواب كتيرة محتاجة تتفتح في حياة كثيرين، في أمور كتيرة محتاجة نختم السنة وإحنا مسحين نتائج سنة ودخلين بحكمة لسنة جديدة. محتاج تتقابل مع سبع هبات أو سبع إظهارات لروح الله دول. محتاج تتقابل مع كل مصباح من المصابيح دول بوضوح قدام كل قرار في حياتك. تقول يعني إيه؟ أقولك ببساطة، في كل قرار كببساطة، حط الآية نمرة 2 على الشاشة كده، وببساطة حطها قدامك في البيت وهتاخد قرار. وصلي من أول حاجتين، روح الحكمة والفهم، قول يا رب أنا عايز دولة، أنا عايز المصباحين دولة يتحركوا على القرار، على الاختيار ده. أنا محتاج روح المشورة والقوة يتحركوا على الاختيار ده، روح المعرفة ومخافة الرب يتحركوا على الاختيار ده، روح الملوكي، روح الملك نفسه يتحرك على الاختيار ده. كل حاجة بتمر بيها، كل أمر، خلي أحط علينا في الإنجيل بتاعك على أشعياء 11 عدد 2، وقبل كل اختيار اعمل مقابلة مع مصابيح الحوالين العرش دي، مع إظهارات المتنوعة لروح القدس، فتقف قدام روح الحكمة، اطلب ده أنه ينسكب على حياتك. أنا محتاج حكمة. يعقوب في العهد الجديد قال كده، إن أعوزت أحدكم حكمة، مش عارف ليه إن، أن كلنا بتعوزنا حكمة، إن أعوزت أحدكم حكمة فليطلب من الله لأنه يعطي بسخاء. فأنت بتقف قدام، أنا محتاج نور، محتاج قيادة في أمور، في قرارات، في
روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، وبتقف قدامهم. مفيش قرار بدون مخافة الرب، مفيش قرار بدون مشورة، مفيش قرار بدون قوة، مفيش قرار بدون الملك يتحرك فيه قدامك، روح الرب الملوكي. وقدام كل قرار بتمر بيه بتقف قدام سبع مصابيح الله أو في وسط سبع مصابيح الله عشان يتحركوا على كل حاجة في حياتك. انا عارف هي انا مش بوعظك، مش بقول حاجه مشجعه، انا بقولك حاجه عمليه. كل حاجه في حياتك حط علامه في انجيلك على اشعياء 11 وافتحه وابتدي صلي قدام كل قرار. حكمه وفهم، مشوره وقوه، معرفه ومخافه الرب، الروح الملوكي يعبر قدامي. وابتدي صلي وترفع ايدك وتقول يا رب تحرك بسبع مصابيح وشوف الامر قبل ما يحصل. يعني انت بتصلي موضوع الشغل معين، فشوف الرب بيتحرك قدامك، شوف سبع مصابيح الرب بتتحرك قدامك للباب، للارتباط، للظروف اللي بتمر بيها، وشوف يتحرك قدامك وقلت اعبر فيه. لو انت روحك بتقفش بتقفل وانت بتشوفه بيتحرك، يبقى ده مش مشيئه الرب. لو روح الرب يتحرك قدامك يبقى دي في المشيئة، اتحرك معاه وراه. بس ارفع ايدك وتيجي صلي لأشعياء 11 عدد 2 انه يتحرك. دي سبع مصابيح الله، دي اعين الرب التي تجول يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. ده اللي رآه في زكريا وقال ده. تعالوا نختم بيها في زكريا 4، نختم بهذا الشاهد ونصلي. زكريا 4 من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة عدد 10. من ازدرى بيوم، ما تقولش ما عنديش، ما تقولش مش حاصل. زربابل ويهوشع كانوا بساط جدا، ضعاف جدا. يهوشع لابس ثياب قذرة، وزربابل معنى كلمته يعني ابن بابل، مولود في بابل، مولود في السبي. فالاثنين كان عندهم ذرات ضعف زيك وزيي، ببساطة عندهم جينات قديمة زيك وزيي. بس في حاجة بتحصل في حضورك ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروح يقول رب جنود. ده كل زكريا 4. من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، ما تقولش ما عنديش. تفرح أولئك السبع، حاجة غريبة فجأة كده يقولك تفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. ايه السبع دولة؟ هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها، أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. في حاجة بتحصل لما تقف قدام حضور رب. ما عنديش حاجة، لا تزدري بيوم الأمور الصغيرة. حط كل أمورك قدام سبع مصابيح الله، أقف قدام روح الحكمة، فهم، مشورة، قوة، معرفة، مخافة الرب، واطلب ده وده وده. روح الملوكي يأتي على القرار، على الخطوة، على الولا حاجة، على الدهنة الصغيرة، فكل حاجة تتغير. يقولك دول أبناء الزيت عدد 14، هذان هم أبناء الزيت الواقفين عند سيد الأرض كلها. فتنجح بقى كل أمورهم. يدي زربابل أسست البيت، يدي زربابل تتمم البيت. ليه؟ لأن في السبع مصابيح متحركين على حياته. أعين الرب التي تجول متحركة على حياته. حلو قوي أنك ترى من الرب وأنك ترى الرب. حلو قوي أن أعين الرب تراك وكل حياتك تصير بالله معمولة. انجيل متى في وسط الموعظة على الجبل هذه الآية بحبها جدا، لتعلم أن أمورهم بالله معمولة. حلو قوي أن كل حاجة في حياتك، في قراراتك، في بيتك، في شغلك بالله معمولة. إزاي؟ أمام أعين الرب. روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة ومخافة الرب بيغطوا كل حاجة في حياتك. ببساطة اطلبهم، ببساطة وقف قدامهم وانت بتاخد أي قرار في حياتك. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي. مبنيين ومثبتين على الحق الحاضر، مجدك يا رب يرى، حضورك، نعمتك، سلطانك،
ما أمجد اسمك في كل الأرض. خرج لغتك للرب الآن بدون أي حاجة، بدون ما أشرف لي يرنم، خرج لغتك للرب، عظمه مجده عليه. مش محتاج حاجة عشان تخرج لغتك للرب، مش محتاج ترنيمة معينة عشان تخرج لغتك الخاصة ما بينك وبين الرب. هو دائما مرتفع، هو دائما ممجد، هو دائما لامع، هو دائما أبرع جمالا في كل الأحوال، في كل الظروف اللي انت بتمر بيها. هو في حالة واحدة، كل القدرة، كل البهاء، كل المجد. يمكنك أن تتكل على ثباته، يمكنك أن تثق أنه لا يتغير، يمكنك أن تثق أنه هو هو أمسا واليوم، مش متقلب، مش متغير، مش حسب المزاج. هو هو ثابت في المحبة، ثابت في الأمانة، ثابت في الجود، إله صلاح لا جور فيه البت. لغتك بتطلق أجواء السماء على حياتك، لغتك بتعد أرضك لاستقبال لمسات أصابع الروح القدس، لغتك لغة قلبك. لا تدع لغتك تطفي الروح، دع لغتك تضرم الروح. قلبنا كان ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا. خلي كلمة الرب وكلامك اللي بينطق كلمة الرب يضرم الروح فيك. قلبنا كان ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا. مجد اسمك يا رب، مستحق ملء الكرامة، ملء المجد، ملء الحضور، ملء النعمة. في لحظات زي كده وانت واقف قدام الرب، رب يتقابل معاك، يا هو يرى، ترى من الرب، رب يرى منك. حي هو الرب اللي انا واقف امامه، حي هو الرب اللي انا واقف امامه. في شيء يعطل معجزة اطلاق ملكوته هذه اللحظات على حياتك؟ في شيء يعطل ابدا اشعة شمس البر انها تصل ليك؟ لانه بيعبر 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 بيعبر. كل جبال قدامك، كل امور معينه امامك هو بيدوبها، فلا لا تهتم. من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على اي اموره ذراع واحد؟ انت اعبد واقسم خبزك.